إن تعديل الدستور باعتباره حجر أساسي لبناء جزائر جديدة جاء كاستجابة بما يحقق مطالب الحراك المبارك وتعمل على تعميق المسار الديمقراطي وتعزيز دعائم دولة الحق والقانون. فجاء طرح هذا المشروع وفقاً للالتزامات الانتخابية للسيد عبد المجيد تبون، نسأل له الشفاء العاجل والعودة بيننا لقيادة التجديد المنشود. فجاء طرح هذا المشروع، قلت، وفقاً للالتزامات الانتخابية للسيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية على الجزائر في شكل استشارة استفتائية شعبية. فكانت الحملة الاستفتائية